Տիրոջ վախը եւ օրհնությունները։ Մախեֆեթ ռաբ ու բարակեթու։ Իրիգարտամ արագած 1:7-ն։ Լահրա մին ամֆալ լասհահ լաուալ այ 7-ը։ Երբ գլսենք իմաստություն բառը, ուաթելի մնսմա կելմեթ լհիքմե։ Ամիջաբես գխորինք դիտություն կամ ըմբռնում։ منفكر مباشرة بالمعرفة أو بالاستيعاب. داغانت قام هاسكات صوتيون. أو بالموهبة أو بالفهم. بس بدينا قادين كور هوسي ماستوتيون بارا دار بير أنجو نيجاتيدفي. ولكن رح نلاحظ إنه هون كلمة الحكمة عم بينظر لها بطريقة مختلفة. يوتنر أورتامارا قصي إيماستوتيان اسكيسب ديروج واخنه الآية 7 بتقول انه مخافه الرب راس المعرفه شادافيلي داربار داربير بامو غوزي باتسادريل وبده يخبرنا عن شيء ثاني كليا شادان كام ايماستوتيونا استواداشون شي ميچ استتزو خوسكين فيراكروفازي كثير اوقات بالكتاب المقدس بيربط المعرفه او الحكمه بكلمه الله كاموغاغي انور انسين او بشخصه يف هيدافا بار ايليفس մարդկային կարողությունը փխած բանի մասին չակ նարգեր وبالتالي ما بيكون عم بيشير الى شيء نابع من قدره بشريه ابا գակ նարգե դիրոջ վախին միջոցով լալիկին بل بيكون عم بيشير الى الشيء اللي بينبع من مخافه الرب այսինքն նման դարբեր բանն է يعني هذا شيء مختلف كليا մենք չենք կնար այս իմաստությունը ովևէ մեկ ցևով ցերկ բերել نحن ما بنقدر نحصل على هالحكمه باي طريقه ثانيه առանց աստծո վախը ճանչնալու غير بمعرفتنا لمخافه الرب قام استتزو واخ ونينالو او بيكون كوننا عنا مخافه الرب اي سي ماستوتيونا ور استتزو واخن گذني اما هل حكمه اللي هي بتولد من مخافه الرب باتجار گلا گرنا باتجار لا سوفوراگان ماستوتيان بتكون السبب للحكمه العاديه الاعتياديه ورمن هوس انچفس گاريلي ور ميگا استتزو واخ ونينا فكيف ممكن واحد يكون عنده مخافة الرب؟ قامينش كنشانك يا استاذ واخون انال او شو بيعني انه يكون عندنا مخافة الرب؟ اي سينغ انيش بس منك واخنانك انا سونيما قام كازانيما ايت بس يا استاذ ما واخنانك يعني مثل ما ممكن منخاف من حيوان او من شيء وحش هيك لازم نخاف من الله انيش بس واخنانك هيفانتوتيونيرا نوين بس واخنانك استاذ ما او مثل ما منخاف مثلا من الامراض هيك لازم نخاف من الله մենք աստուծմե վախնալով մեկ չէ փախչինք نحن بخوفنا من بخوفنا لله ما لازم نهرب منه aber իրականության մեջ երգյուղով հարաբերության մեջ լալ կնշանակե աստուծմե վախնալ بل مخافة الله بتعني بالحقيقة انه تكون بعلاقة خشوع معه անոր ներկայության մեջ ապրիլ հարկանքով երգյուղով انك تعيش بمحضره بخشوع واحترام وتقدير եւ գյանքին տածքին ապրիս ընես ինչ որ պիտի ընես այդ երգյուղեն մղված وتكون عم بتعيش خلال حياتك وتعمل كل شيء خلال حياتك من دفع من هالخشوع Երբ Հոսեփ գտնվեցավ փորձության դիմաց, ասավ, ինչպես այս բանը ունեմ Աստծո առջև։ وقتلي يوسف وجد حاله قدام تجربه سأل وقال كيف ممكن اعمل هالخطيه قدام الرب؟ Իրեն համար սխալը Աստծո որևէ սխալ ունելը որևէ դեղի մեջ Աստծո ներկայության մեջ Աստծո թեմպամ ունել էր։ لانه بالنسبه له انه يعمل اي غلط وين ما كان وباي ظرف كان هالخطيه بتكون عمل ضد الله مباشره ورمن ايسبس նաև գհասկնանք թե իմաստությունը դերոջ վախեն գծնի երբ մեր արորիայի մեջ գաբրին զայն وهيك بنفهم كمان انه مخافه الله بتظهر بحياتنا وقت اللي نحن بنعيشها يوميا يغيا ماركارين الصاف يز ديروج ارشيف گگنام اللي النبي قال انا بوقف بمحضر الرب يعني استزو نرگايتيان ميچ گگنا اير خوسكير استزو نرگايتيان خوسكيرنن يعني هو بيوقف بمحضر الرب وبيتكلم من محضر الرب هذا بارامينا غاريفور بانيرن ميگ իմաստություն ցերկ բերելու համար երկյուղը աստծո վախը ունենալն է فإذن واحدة من أهم الطرق لحتى نحصل على الحكمة هي إنه يكون عندنا خشوع ومخافة للرب. أم بخت سردوف نفير في لاستدزو جامكين باتشارج تارنا ورمنك استدزو واخ استخدزنك مرمج. التكريس الكامل لمشيئة الله هو بيكون السبب حتى نحنا نخلق
مخافة تجاه الله بقلوبنا. جوزموس استغاثنل استدزو واخ ونال بناف خرجهارفات هوكيور جان وابريل تشي نشاناغر. وهون بدي اوضح انه يكون عندنا مخافة للرب هيدا ما بيعني انه نكون عم نعيش حياة روحية مليانة بالشعور بالذنب. استدزو واخ ونال كو يراونكنرت كو ارجيكنرت تشي باكسيتسنر. مخاف انه يكون عندك مخافة الله ما بينقص من قيمك من قيمتك انت. իրականության մեջ քեզ գուտ այն ինքնությունը որ Աստված գուզե որ դու ունենաս. بل بالحقيقة بيعطيك الكيان اللي الله بيريده لك. քեզ գտնե ծարայողի թիրքիմ վրա որ դու կարենաս ծարայել քեզ ղրգող դիրոջ. بيحطك بمكانة خادم حتى تقدر تخدم الرب اللي عم يرسلك. որպեսի կարենաս երկինքի տակավորությունը իր իմաստությամբ տարածել երկրի վրա. لحتى تقدر تكون عم تنشر ملكوت الله بحكمته هو على الارض. آدم նախքան մեղքի մեջ ինալ աստծո վախը ուներ մեջը. آدم قبل ما يسقط بالخطيه كان عنده مخافه الرب. Այդ վախը զինք աստուծմե հերու չեր դաներ աստծո հետ մդերիմ հարաբերության մեջ գտներ։ وهل مخافه ما كانت تبعده عن الله بل بالعكس كانت تحطه بعلاقه حميمه مع الله։ Եվ նույնա դեն ինք աստծո թակավորության կորձը փնական ապար գներ։ وهو كان يعمل عمل الله بطريقه طبيعيه։ Բայց երբ մեղանչեց ولكن وقت اللي سقط بالخطيه իր մերկությունը ջանցավ وعرف عريو բավեդեցավ աստուծմե փախավ։ هرب من الله وتخبى. صاف صينت لستي يا وقتا. قال له سمعت صوتك وخفت. بور مخكن اربات جاره. وهذا كان سببه الخطيه. هذا وبر مير اروريايم ميج ابريل استدزو واخوف يرغيغوف باتشار گلا ور منگ لاو مديريم هارابيروتيون اوننانگ فبالتالي العيش بمخافه الله بحياتنا اليوميه بيكون السبب تن نكون عنا علاقه حميمه مع الله يي ماستوتيون اوننانگ استو تاكاوروتيان كورز اير وزات سيفوف داراتيل يرغري ورا وبيكون عنا الحكمه حتى نقدر نعمل عمله على الارض بحكمته هو بطريقته هو بيدي خنچم هارتسنس تون كيزي ինչպես կվախնաս սունդերոջ մեն لح اتمنى عليك تسال حالك كيف انا بخاف الله արդյոք կվախնաս որովհետև եթե իր ճամփան չկալես քեզի դժոխ պիտի գրգե هل يا ترى بتخاف لانك بتعتبر اذا ما مشيت بطريقه رح يرسلك الى جهنم գամ հավիտենական կյանք պիտի չստանաս او مش رح يعطيك حياه ابديه գամ հավանաբար քեզ մե նեղանա եւ կորձի թաչողություն չդա او يمكن يزعل منك وما يعطيك نجاح بحياتك ասիգա աստծո վախը չէ هيدا مش مخافة الله. أستاذ واخ كيزيك تسكي أرنز وراشو منير وراويري مودل لاس أستاذ. مخافة الله بتدفعك تتاخد قرارات تقربك من الله. أستاذ واخ يرجعه عينة ورتون شنس بام ور بادجار بيدل أنجى باجنويس كم هيراناس. مخافة الله وخشوع تجاه الله الحقيقيين هن اللي بيخلوك ما تعمل شيء ممكن يفصلك وبعدك عنه. ورمن هارتسومين يكرورت باجينا ديروش واخ ինչ որոշումներ գառնե կյանքիդ մեջ والجزء الثاني من السؤال هو شو بتاخذ قرارات مخافه الرب بحياتك مين شلون استوز մեկը վախնաս ինքը կյանքիդ մեջ ինչպես գրնա որոշումներ առնել ճիշտ որոշումներ يعني بمخافتك للرب كيف هو بيقدر ياخذ قرارات صحيحه بحياتك لاندانի կյանքիդ մեջ ان كان بعائلتك զույգի հարաբերության մեջ بعلاقتك الزوجيه զավակներու հետ بعلاقتك مع اولادك ընկերության մեջ بالمجتمع كورزي եւ դարբեր դեղերու մեջ بالعمل وبالاماكن المختلفه Աստծո վախը այն մղումն է, որ պիտի ցկի այս դեղերում մեջ ցուն Աստծո ուզած որոշումներ առնելով ապրիս։ مخافه الله هي الدافع اللي رح يخليك تكون عم تعيش بحسب مشيئه الله։ Ինչու այդ կան կարևոր է Աստծո վախը, վախը եւ եկած իմաստությունը։ ليش مخافه الله هل الضروريه والحكمه اللي بتنبع منها هل الضروريه։ Արագած մեկին ընգսե بأمثال 1:9 بيقول كان زي أنون كو كلوخت شنورهات بساق يف كو بارانوتسيت مانياك نير بدي اللان لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك شنورهات بساق أيسينكن أستدزو نيرغايوتيان بدوغنيرا بدي كتنفي كو جيانكيت ميج إكليل النعمة بيعني أنه لح يكون في ثمار حضور الله بحياتك يف أستدزو غوميكيزي يغاتز وارتساد روتيونيرا و رح تنال مكافآت من الله تجاهك يا يته ورمن استدزوخ يا بيماسوتيون الله
կյանքիդ մեջ փարիկներ պիտի գտնվին فبالتالي اذا وجدت مخافه الله وحكمه الله بحياتك رح يكون في خيرات بحياتك եթե կարդանք արագած 2:10 اذا بنقرا بامثال 2:10 سيرب իմաստությունը քո սրդիդ մեջ մտնե եւ գիտությունը քո հոգիդ ախորժելի լա اذا دخلت الحكمه قلبك ولذت المعرفه لنفسك խոհեմությունը քեզ պիտի բահե ու հանճարը քեզ պիտի պաշտպանե فالعقل يحفظك والفهم ينصرك ուրեմն այդ իմաստությունը որ աստծո վախեն գծնի եթե քո սրդիդ մեջ մտնե فاذا هل الحكمه اللي بتنبع من مخافه الله اذا دخلت الى قلبك ինչպես շատ անգամ ասինք ագնարգված է աստծո խոսքին مثل ما قلنا انه هيدا الى علاقه بكلمه الله قام نوينيس انور انسين او بشخص الله يتي اني قام متنيك وسرديت ميج اذا دخلت الى قلبك يف كيدوتشونا كو هوكيت اخورجيلي لا واذا المعرفه صارت مرضيه لنفسك خوهموتشونا كيز بيدي باهي العقل تعقل رح يحفظك وهنجارا كيز بيدي باشبانه والفهم رح ينصرك ورمن بناغانا بارانور نيرغايتشونا كيزي بيدي دا باشبانوتيون و باهبانوتيون فاذا بشكل طبيعي او بطبيعه الحال حضوره او حضور هالمخافه والحكمه رح يكونوا حمايه لك يغرورت كلوخ تشورورت هماري ميج بالاصحاح الثاني الايه الرابعه منك دسنينغ թե դիրոջ իմաստությունը արձաթիվ ես եւ քանցերով ես փնդրելը օգուտ մի դիլա منشوف انه اذا طلبنا حكمه الرب مثل كانه فضه وكنز رح يكون هالشيء مفيد لنا եւ անոր համար կարեւոր է նայենք որ մենք ինչքան մեր սրդի մեջ գնթունինք այդ իմաստությունը فلهالسبب ضروري انه نطلع ونشوف قديش نحن بلنين هالحكمه بقلوبنا մենք ընդառաջ շատ կետրոնացած ենք يجامد ونالو نيتاغان سيرك بيرلو نحن كثير اوقات بنركز على انه نحصل على مدخول مادي يسكي شمير دير انزي غانشيت اراچين بانا ور مدازيتسي كانسنر انا بتذكر وقت اللي الرب دعاني اول شغله فكرت فيها هي الكنز كانسن زاد ور منك كيدنك وريش بان كانس تشير غرنار اللال ميتكيس ميج لانه انا بالنسبه لإلي بفكري ما كنت بعرف اي كنز ثاني غير الكنز اللي معروف بس ورچ تورس يگا ور استاذو ايت هاراپيروتيون شاد اولي ميتس كانس ما غرنار اللال ولكن بعدين ظهر انه العلاقه مع الله هي بحد ذاتها كنز اكبر بكثير ادبا بار بدي خنشم تون كيزي اوريناكنر دالوف يا فيروشنرو هيت باجنك تسيلوف ناهي ور استدزو ايماستوتشونا سيرديت ميج انشكان ديخ كدادز لهالسبب بدي شجعك انه انت تنظر لامثله من حياتك ومن حياه الاخرين حتى تشوف قديش حكمه الله الى وجود بقلبك يا انشكان كيز غباهي وقديش هي عم تحفظك انش كان كيز قباشتواني قديش عم تنصرك اسونك خوسيلي واردا هيدا فيلا غاريفورن هيدول الامور ضروري انه نعبر عنها ونحكي فيها بورو ودرتون افيليغا غابفيس استاتزو خوسكين يا ويماستوتيان لانه هيك انت بتتصل بحكمه الله وبمعرفه الله اكثر يا افيليغا سكسيس بندريل استاتزو نيرغايتيون وتصير عم تطلب محضر الله اكثر واكثر اراغاتس 3:1 بأمثال 3:1 بيقول ورتياغيم مي مورناري مورينكس هباكو سيردت توغ ام باتفيرانك نرس باهي يا ابني لا تنسى شريعتي بل ليحفظ قلبك وصاياي انش سيلغوزي سيردت ام باتفيران نرس باهي شو بيقصد وقت اللي بيقول انه خلي قلبك يحفظ وصاياي ورود منك مير أروريين ميتش لصادز قلنك بعد فيرانا قام خوسك لأنه نحنا بحياتنا اليومية منكون سمعنا الوصية أو الكلمة يف مير جيانكي أروريا انتاتسكين خارنواتز ومنمتزج بمتطلبات الحياة شادان كام جمورنانك بعد فيرانا إنش بس بعد فيرتس مزي قام إنش بعد فيرتس مزي وكتير أوقات مننسى شو كانت هالوصية Բատվիրանի շուքին դակ ծև մը կորտեքրենք արորյան ապրելու وتحت ظل هالوصية منتبنى طريقة مختلفة حتى نعيش حياتنا اليومية. بايتس كسي ورتياجي مي مورناري مورينكس. ولكن هون عم بيقول يا ابني لا تنسى شريعتي. استيريفويتين ورتين غمورنا يغير اورينكا.
على ما يبدو انه الابن في عنده استعداد انه ينسى الشريعه եւ հայրը գարաչարգե որ քու սիրդը թող իմ պատվիրանքներս բահեն والاب هون عم بيقترح او عم بيوصي انه خلي قلبك يحفظ شريعته դիրոջ վախը իմաստությունը եւ պատվիրանները միտքիդ մեջ թող չկան սիրդիդ մեջ թող հանգչին ما تخلي مخافه الرب وحكمته ووصاياه يكونوا بس بفكرك بل خليهم ينزلوا على قلبك այսինքն հոն ուր աստծո խոսքը քեզի հետ միություն կգազմե եւ գրնաբդուխ բերել يعني بالمكان اللي كلمه الله قادره انه تمتزج تتوحد فيك تتعطي ثمره աստծո խոսքի երբ ինձի քա Համը պիտի չավել ցնե իմ մեջս։ كلمه الله وقت اللي رح تجي لعندي ما رح تزيد شيء جديد فيي։ Հիմնական օրեն երբ Աստծո խոսքը կա իմ ինքնությունս պիտի վերադարձնե ինձի։ بطريقه اولويه وقت كلمه الله رح تجي لعندي رح تزيد من كياني։ Եվ իմ անձս ինչ բան է որ գդարաբի անոնք պիտի հերացնե ինձ մե։ ولح تبعد عني كل شيء نفسي بتعاني منه։ Եվ հետևաբար չեմ գնար որպես քիդություն առնել Աստծո խոսքը, անիկա հավատքի լավ քայլ պիտի չլա։ فبالتالي ما فيني اخذ كلمة الله بس كمعرفة فكرية لأنه هالشي ما رح يكون خطوة إيمان. بدي بورسم أديك السر دي سميتش تنل. لازم اخذها وحطها بقلبي. يتي أركل كنيروني مايت قام وارمون كنيروني مايت همارين قام بعد فيرين تم. إذا أنا عندي أي عوائق أو أي تصرفات بتعيق هالوصية. أم بايمان بدك هراجاري ما نسمه وربسي قارنام نيرس متسنل أيت بعد فيرة. لازم من كل بدء اتخلى عن هالتصرفات حتى اقدر اسمح لهالكلمه تدخل الى الداخل بس كم هاتشو غير خوسكه متسنل ام سردي سمچا والا ما لح انجح اني ادخل هالكلمه الى قلبي ورمن غاريفور اناي سورتون انشكان بادفيران سيرديت ميتش تنوغ انسس فبالتالي ضروري تطلع وتشوف انه قديش انت شخص بيحفظ الوصيه بقلبه ارتيوك زوغوتيون هانسن ارنيل كيزي امر հանգիստ բանն է ոչ թե նեղացուցիչ է يترى هل التضحيه هو شيء هين لك او شيء بيضايقك استاذ خوسكين համար քին վճարելը քեզի համար ընդունելի է ոչ թե ընդհանրապես մեկում գտնես կամ նկատի չառնես نقادي شو صار نرايت ميجا هل عادة أنت بتقبل إنك تدفع ثمن لأجل كلمة الله أو عادة بتتغاضى عن هالشي أو بتتجاهله؟ أي صور شادير قد استنك ورونك هوا داتسيال إن بات كيم وجارل شن سيرر اليوم منشوف مؤمنين كتير اللي هن بالاسم مؤمنين ولكن ما منهم مستعدين إنه يدفعوا ثمن أي صور يس يفتون مير هوا تكيم بدوغين شاد أولي بيت كونين كان وريش أور ولكن اليوم نحن بحاجة لثمر إيماننا أكثر من أي يوم تاني. أشخار قداربي تجوارو تيونيروف هما جارك نيروف. والعالم عم بيعاني بظل هالأوبئة والصعوبات. يف بولور سال قرنانك وراغويل قام أزتويل ايت بايمان نيرن. وكلنا ممكن ننعدى ونتأثر من هالظروف. ميدزا միջո արտիական միջոցներ լուծում չունին դակավին այս իղացներուն դիմաց واحدث يعني الوسائل بعد ما عنده الحل بوجه الموضوع միայն հավատքի ցայնն է որ թրական եւ կաչալերական բաներ գխոսի ما في غير صوت الايمان قادر انه يحكي اشياء مشجعه وايجابيه միայն հավատացյալին սիրտն է որ հույս ունի ասկետուրս գալու եւ նորեն շարունակելու وما في غير قلب المؤمن اللي عنده رجاء انه يطلع من هالموضوع ويكمل անորամար շատ կարեւոր է որ մենք ջիշտ վիճակի մեջ ենք հրճագելու համար մեր սրդին մեջ գտնվող հավատքը ولهالسبب ضروري كثير انه نكون نحن بوضع حقيقي وضع صحيح بقلبنا تنقدر نكمل بمسيره ايماننا مينش منك استاذو خوسك كنتونينك يف غهرچاگينك ايت ميگه يرغري ورا منك تشنامين كورزين ارماتنر غودرينك كفچاتسنينك ونحن وعم نقبل كلمه الله وعم نعلنها على الارض بنكون عم ننهي وعم نحط حد لاعمال العدو Արագած 3:2-ն հետևյալը գսե։ بأمثال 3:2 بيقول التالي. Վասնզի քեզի երկայն օրեր ու գենտանության դարիներ եւ հաջողություն պիտի ավելցնեն։ فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. Երկայն օրեր ամեն մարդու փապակն է։ الأيام الطويلة هيدي رغبة الكل.
هاي سوريروس كورونا فيروس سند عربوغنرون ميتس باباكنة هيدا رغبة الأشخاص اللي عم بيعانوا هلا من وباء الكورونا بهالأيام. جنتانوتيان دارينير يفهاتشوغوتشون إيرنس كيانكين. إنه يكون عندهم سنين حياة وسلامة ونجاح. أستاذو واخا وركزي إما ستوتشون غودا كوميتشت بديت بيريت جنتانوتشون. مخافة الله اللي هي بتعطيك الحكمة هي كمان رح تعطيك هالحياة. ورمن أستاذو واخوف شارجي لشات غاري وري. فإذا السير بمخافة الله أمر ضروري كتير. يا واي سوريرون أفيليوف قاره وره. وهي أهم بهالأيام أكثر من أي يوم تاني. أي سوريرون يسيم هواد كسمي تشوتساف بيت كاد هو يسوننام. اليوم أنا بإيمان لازم يكون عندي هالرجاء. يا وجهت أشخاري مش كتنفو هو يشونت صغنرو في جاجينينام. ومش لازم أنا كمان أتعرض لنفس حالة الناس اللي هن عايشين بهالعالم بلا رجاء. ترى بس أريشنر تشونينات هو يس بس يس أني ما يتنارا ورد تشون ورايت هو يس تسرق برم. يمكن الآخرين ما عندهم مصدر للرجاء بس أنا عندي منبع مصدر لهالرجاء. ترى بس شادر دعوين يسوع دير يفرجي تشنن تونات شد زنات زايت سكاتسوميرة. يمكن في كتار بعد ما قبلوا يسوع كرب ومخلص فعشان هيك مش مولود هالشعور بالرجاء بداخلهم ولكن انت عندك الرجاء وضروري انك تستخدمه هذا بار ديرغ خوستانا يرغاين اورر فبالتالي الله عم بيوعد بطول ايام جنتانوتيان دارينر وبسنين حيات يبا فيلتساتس هاتشوغوتيون وبسلامة ونجاح. برون كوميتشت كبناجين. اللي لح يجوا يسكنوا فيه. كذي همار. لأجلك. يف كشور تشينروت همار. ولأجل الناس اللي حولك. يف أساش خريبة كين همار. ولأجل حاجة هالعالم. هي شين كايت ور بواري جنوتش أوريناغ ور يغيسة ماركارين أوريرون بعد أتصاف. خلينا نتذكر مثل الأرملة اللي حصل مع الحادثة بأيام إليا. من شو عينادن ور داغافين بنقر باجنلو يوغتش ورشاتصف بأيام إليشع طالما كان هي عندها أواني ما كان يفضى أو يخلص الزيت بروهدف جينا يغيسة ماركارين السادزة قادر أدزر لأنه هالمرأة طاعت الكلمة اللي قال ليها النبي إليشع من شو أنا دين ور منك أستخوصك مرمتشونينك يفق بورتسينك أديغا باجنل بديش ورشانا مير ميتشكت نبو غورتنوتيونا وطالما نحن عنا كلمة الله بداخلنا وعم نوزعها بركة الله ما لح تفضى من داخلنا يتي قارتاس يرورد كلوخ يريكين يوتا همارنرا إذا بتقرأ من الإصحاح الثالث الآيات 3-7 أنجي يت شاروناجيس قارتال وترورد همارا ومن بعدها بتنتقل للآية الثامنة ورغسي أسيقا كو تشيغيرو داروخ تشوتيون يفكو وسكورنروت باراردوتيون بدي الله بتقول فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك إنش كان أستاذو خوسكين ميتشك جناس قديش أنت بتثبت بكلمة الله إنش كان سيردت أنصت جنوروكيس أنور خوسكين هانس نفيلوف قدي أنت بتجدد نفسك وفكرك باستسلامك لكلمته إنش كان خور باباكوني سانور خوسك أرنلوف أبريلو وقديش عندك رغبة بأنك تاخد كلمته وتعيشها يف ترك بيرس إماستوتيون وتحصل على حكمة منا إماستوتيون وراس أشخاري متشكا حكمة منا موجودة بهالعالم إماستوتيون ومر مارتكاين داغانتي تيركيت كابتشوني حكمة من ما لها علاقة بأي قدرة أو موهبة بشرية أيت إماستوتيون أجسكو تشي غيروت أروختوتيون يف كو ورس كورنروت باراردوتيون بدي الله بيقول انه هل حكمة لح تكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك اسكي افيلي لاف ديغيم لاف تسيفوف مغرناس يريفا غايل ور بجشكوتيون ورنوتيون كا هل فيك تتخيل مصدر احسن من هالمصدر لحتى يكون عم بتنال الشفاء والعافية ورمان اي سور تجواروتيان جامانك تون اخبير مونيس ورنوتيان بجشكوتيان وحاچوغوتيان ور وچ ميك ديخ كويتيونوني فاذا انت اليوم بوقت الصعوبة عندك مصدر للشفاء للعافية للنجاح ما منه موجود أي مكان آخر. منك جوزنك ور تغكتنن أيس فيروسين. نحنا منريد إنه يوجدوا دواء لهالفيروس. قاعوتنك ور بسي كتناغانيرا شود كتنن أي تغ. ومنصلي إنه العلماء يلاقوا هالدواء بسرعة.
Բայց ադիգա ասել չէ որ մենք գմորնանք թե մեր Աստվածը իրեն հետ հարաբերության մեջ ինչ կստեղծի մեր մեջը։ Ուալակեն հայդա մա բխլինա ننسա انه شو الله قادر انه يخلق فينا من خلال علاقتنا معه։ Անորա մարայ ժամանակները հարմար ժամանակ են աղոթքի։ لها سبب هالاوقات هي اوقات مناسبه للصلاه انداني كينرس ضمن العائله انداني كينت مياسين مع العائله يراويد اولي مديري مارابيروتيون استغزلو لحتى نخلق علاقه حميمه اكثر بين افراد العائله يمنينيس يتي اسكي اراج ايت تشابوف تشينك ازكاتسات نيرغايتشونو هبوما اسكانك وإذا كنا نحن قبل مش حاسين بحضوره وبلمسته لهالدرجة نبلش نحس فيها Ես դակավին իմ 4.5 տարեկան աղջիկիս հետ բնավ լեզուներով աղոթելու ժամանակ չէի ունեցած։ Ana la mu'akharan ma kunt mlaqi ba'd fursa ta hatta kun am salli ma binti li umra 4 snin u nus bil alsine։ Ուրեմն որով հետև շնորհքի բահը չգար եւ մենք դունը պետք է աղոթեինք ընդանյոք ձունգի եկանք որպեսի աղոթենք։ ولأنه ما كان عندنا خدمة المواهب بالكنيسة فكان لازم نقضي الوقت بالبيت فركعنا وصلينا مع بعض. يبايت باهون يس لزونيرو باركيفوفال أغوتيتسي غاماردا هيدا ويتسا. وبهذيك اللحظة أنا كمان صليت وعبرت من خلال موهبة الألسنة. هيدا أورفيني إيفير أمين أور إنك أرانسور منك سنكسي بابا أوريش لزونيرو فيديا أغوتينك. ومن وقتها صارت هي كل يوم تقول لي بدون ما نحن نذكر الموضوع هي تقول لي انه بابا بدنا نصلي بالألسنة تانية بس مش وريش لزونيرو واغوتينك صارت تقول خلينا دائما نصلي بألسنة يفجيش بارن نيراسين وهي دول كلمات تحديدا كم كيرينك انش سكاتس ما بعرف هي شو حست قلنا فوريف ميك بان اللال ممكن يكون اي احساس بس يس باوغان كاتشال ارفيتسا ولكن انا تشجعت كثير هذا فار շատ կարևոր է որ այս ժամանակին ավելի ընտանիքներ ժամանակ անցնենք فبالتالي ضروري كثير انه بهالفتره نكون عم نقضي وقت مع عيالنا արժնություն ելանք դունին մեջ իրարու համար ونكون سبب وعي لبعضنا البعض այո լուրերը գրնանք դիտել որպեսզի ընդհանուր դեղեցություն ունենանք نعم فينا نستمع للاخبار حتى يكون عندنا معرفه عامه عن الاحداث բայց միան լուրերը թող չի կրավեն մեր սիրտը եւ մեր սիրտի կավատը նման լեցնեն ولكن ما نخلي الاخبار هي اللي تسود على قلبنا وتملي إناء قلبنا بالكامل. تختافيتي بس اللورجس سيغان بادراستس إم أرتشيفس إم تشنامين روستيماتس. خلينا نكون مثل داود اللي بيقول تحضر مائدة أمامي مقابل أعدائي. يفجس إم كواتس خيست لتسونه. وبيقول كأسي ريا. إنش كغتسيج خيست لتسونه. شو حلو هالتعبير كأسي ريا. يا أيلفس مياك فانا ورغرنا لال تور ستابيلنا يعني بس بدا شيء وتفيد لبرا تون ميان لوريرو ميلت سفير هب اتوور استاذو خوسكين اتارا بيروتيان ميج كو سيرديت كافات لتسوي اف تور ستابيل وانت ما تمتلي بس من الاخبار بل خلي قلبك اناء قلبك كاسك يمتلي من علاقتك مع الرب تون بدي ازكاس ور بام موني سور وريش نرتشونين وانت رح تبلش تشعر انه انت عندك شيء الاخرين ما عندهم اياه تون بدي لسس تور سن لورير بايتس بدي كيتناس ور انونك بدي تشاستنك وسيرديت وروبيدف سيرديت ماشين اولي زوريغ كان تورسن يغاز ولح تسمع اخبار من الخارج ولكن رح تعرف انه قلبك ما رح يتاثر فيها لانه اللي بداخل قلبك اقوى بكثير من هالاخبار ووتش ميك تسيفوف تون بدي هراجاري سمارت كورن بارداغانوتيونيرت انلو وانت ما رح تتخلى او ما رح تتكاسل بانك تعمل واجباتك كانسان بايت بيدي كيتناس وركو ميتشينت افيلي زوراور كانتورسن باداهاتز ولكن رح يكون عندك الثقه انه اللي داخلك اقوى بكثير من اللي جاي من الخارج انيغا ور ميتشت ايسكان زوروتيون غسكاتسنيكو تشيغيروت اروغتشوتيون يف باراردوتيون بيدي دافوس كورنيروت هو اللي عم بيعطيك كل هالقوه بداخلك هو اللي رح يعطيك الشفاء والسقاء لعظامك بس خنترانك سكيزمي هيدفيال نتون ارنيليكيت ميغاب فير دوغين غابفي ولكن طلبي منك هو انه انت ما تتمسك بالبركه اللي رح تنالها بل تمسك بالمعطي بروفيدف مينش منك بيتكون انك شاد انكم ات درفيليكين ام خوستومين غبرنفينغ افيلي اف غاغن غالينك وراديغا كا لانه مرات كثير وقت بنكون محتاجين لشيء بنكون مساكين بالعطيه
Փնամ նկատի չեն գարներ Աստծո վախը եւ իմաստությունը եւ դվողը մեր մեջ դեղ գտնելը։ Ումամ նախոդ բայն الاعتبار انه يكون مخافه الله وحكمه الله والله المعطي عم بيلاقوا مكانهم بقلبنا։ Անոր համար գարաչարգեմ որդուն Աստծո վախը եւ անոր իմաստությունը քո մեջ դերես։ Ուլահ սաբաբ բոսիկ انك انت تكون عم تدخل حكمه الله ومخافته الى داخلك։ Եվ դեսնես որ ամեն բան դարբեր ծևով պիտի الله كيزي عمر ولح تشوف انه كل الامور رح تصير مختلفه او احسن بالنسبه لك استدزو نخادساتزي يف بادراستاتز بيدي ور الله اوشنوتيون كيزي والشي اللي الله معده لك رح يصير بركه لك ايماستوتيان اسكيس بديروج واخنه راس المعرفه او مخافه الله راس مخافه الرب راس المعرفه يرب استدزو واخ كو ميتشت زوراوره وقت اللي مخافة الله بتكون قوية بداخلك كو عروريات تشيكر ناركيزي شغل حياتك اليومية ما لح تقدر انها تزيحك تون إماستوتيون بدي شاهيس وهيك لح تنال حكمة انت هيد إماستوتيون ميان مارتكاين إماستوتيون چه وهي الحكمة هي منا مجرد حكمة بشرية اني كو نرسيتيت إنكنوتيون بدي شينه بل رح تلاقي كيانا مكانا او رح تكون كيان لك بداخلها يف استدزو ورونه تاراپيروتيون وني زوروتيونه كو ميچيت بيدي ور كو شونچيت مارمينيت يف شورچينيرو تاسني والهك اللي انت عندك علاقه معه رح تصير قوتو عم تنبع من داخلك الى نفسك وجسدك مياسين اغوتينك خلينا نصلي مع بعض مياسين اغوتينك وربسي استواتس كو جيانكيت ميچ إير هراش كبيرة. نصلي حتى الله يصنع معجزته بحياتك. أصوات كذي مختارة. والله يعزيك. أصوات كذي كاتشالرة. والله يشجعك. هورتورة. يوعظك. زورات سنايس نرجع باي ما نرو ماتش. ويشددك بهالظروف الحالية. إنش تساقي تجوارو تيون ور أونيستو ور دير أنونس ماتش إير باجينة بيرة يف كذ نرك نا بزورات سنة. وشو ما كانت ظروفك وصعوباتك الله يجي ويتدخل فيها ويقويك بداخلك. ميز غاغوتيم ور تون غابوات تشمناس تجوارو تيان. أنا بصلي إنك أنت ما تضلك متمسك بالصعوبة. أنيغا أورغان منا إنش كان إيرن باتفي ساين كان لأنه هي مثل شبكة الصيد على قد ما أنت تتمسك فيها على قد ما هي تصير تلفك لحد ما تخنقك. توم بتكونيس أنور شبر نفلو أبا بتكونيس أستدزو بر نفلو. أنت لازم ما تتمسك فيها بل تتمسك بالرب. مروبي ده أستدزو بر نفيلة إنك باتجار بدي إلا ورتون تورسكا سايت أورغان انتجوارو تنن. لأنه تمسكك بالله هو اللي لح يخليك أنت تطلع من هالشبكة من هالصعوبة. دير يسوس شنورا قال إنكو بارير أروتيانة تمر. يا رب يسوع منشكرك لأجل خيراتك. شنورا قال إنكو خوسكي تمر. نشكرك لأجل كلمتك. شنورا قال إنكو رايت خوسك مزيجو دا إيماستوتيون. نشكرك لأنه كلمتك بتعطينا الحكمة. رايت خوسك مزيجو دا زوروتيون. ولأنه كلمتك بتعطينا القوة. مزيجو دا هويس. بتعطينا رجاء. وربسيجا ارنانك تمتنل نيرغا اوريرو بولور تجواروتيونيرو لحتى نقدر نقاوم كل صعوبات الحاليه دار بير ديساغي تجواروتيونيرون تمتننك الصعوبات المختلفه على انواعها دير منغا سور غاغوتينغ اليوم يا رب بنصلي وركو هاختو اتشت هانكشي بولور لسوغنيرون انونس اندانيكنيرون ورا انه يمينك المنتصره تجي وتحل على كل اللي عم بيسمعونا وعلى عيالهم يواس كورونا فيروس اندارابوغنيرون يانكي متشيغات هيفانت تيونيرا بارادة. وتكون عم تطرد كل الصعوبات اللي جاية بسبب فيروس الكورونا. من جمرجنك أبريل أنور واخين داك. نحنا منرفض نعيش تحت ظل خوفة. تيف أشخار أنور واخين متش نعيسور. ومع إنه العالم عايش تحت ظل هالخوف. بس من واخنانك ديروش من. ولكن نحنا مخافتنا من الرب. يرجو غوف جينان كوارتشيفت. منوقف بخشوع قدامك. جهرافيرين كنرجع يتيونت أشخار يس نرجع في جاجي ماتش. ومندعي حضورك إلى هالحال اللي عايش فيها العالم. فروا بده كنرجع يتيونت بجش كتيونه. لأنه حضورك هو شفاء. كنرجع يتيونت أرشنو تيونه. لأنه حضورك بركة. كنرجع يتيونت كبوخة بايمانيرة. لأنه حضورك بغير الظروف. كنرجع يتيونت كبيرة أين إنش فرتون كجامي سمارت كتيانا مار. لأنه حضورك هو اللي بيجلب مشيئتك للبشرية. تشنامين تشيكر نار هاختل يربتون نرجايس. العدو ما بيقدر ينتصر وقت اللي أنت بتكون حاضر. تشنامين بدي باردفي كنرجع يتيانت ماتش. العدو لح يخسر يفشل بحضورك. ودناغوخ بيدي الله لح ينداس
եւ դու մի փառավորվես ու ինտա լահ տմջդ մեն գաղտենք դեր որբեսի տուն յուրականչուր դունի մեջ փառավորվես ու նահնա մն սալլի յա ռաբ իննակ ինտա տմջդ բիքլ բեյթ եւ յուրականչուր դուն թող որբես փոքր եկեղեցի փառավորեք ես ու խլի կլ բեյթ իկուն ամ բմջդակ կա այլ սղիրի լույս տարնա իր շուրջին ներուն ու իկուն նուր լաննաս լլ հաուլո ազադությունդ հայդարարե շրջանի մեջ ու յալուն հուրիտակ բի մնտաթու շնորհակալ ենք դեր Հիսուս նշկրակ Ya Rabbi Yesu'a.